بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا ابو علي، ما خاب من تمسك بكم، امنا من لجأ والتجأ اليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة، إن المصير إلى الممات، واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل فواتي، واذكر ذنوبك موقنا أن لا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى، غري الهدى جار الزمان عليهم، ورماهم بالفادحات، بعض قضى قتلا وبعض قضى قتلا وبعض مغيبا خوفا
عداتي بعض بطيبة والغري قضى وبعض بالفرات ونحى العراق بفتية صيد ضراغمة حماتيك حبيب والليث بن عوسجة حليفي المكرمات والقاسم بن المجتبى حلو الشمائل والصفات ذاك الذي يوم الوغى ذاك الذي يوم الوغى شبيه حيدر بالثبات ورث الإباء والعز من آبائه الغريل أباتي وبنى يوم الطفوف على المنية للفتاة حناؤه دم نحره حناؤه دم نحره والشمع أطراف القناة والبيض غنت للزفاف بأرؤس الصيد الكمات لهفي على وجناته بدم الجبين مخضبات وجاء به الحسين إلى خيم النساء الثاكلات شقولا عليك يا ابني دول ابن زماني بيك دول ابني دول ابن زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك حلوة الهلبلوى مثلها ما سدت بلوى يا ابني لعند الموزمة ذبني. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى خلق البشر على أساس الزوجية، رجل وامرأة، وخلق الكون كذلك على أساس الزوجية، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون، يعني النبات في ذكر وأنثى، البشر في ذكر وأنثى، وأكو أشياء ثانية احنا ما نعلمها في عالم الحيوانات أو عوالم أخرى هم فيها ذكر وأنثى. فالحياة قائمة على وجود الذكر والأنثى، وبين الذكر والأنثى أكو نوع من الجاذبية والمغناطيسية. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة بطريقة معينة بحيث تجذب الرجل. فلا يمكن للرجل أن يقول أنا أستغني عن المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تستغني عن الرجل، لأن الأصل في طبيعة الإنسان أنه يريد المرأة، يحتاج المرأة، يرغب إلى المرأة، وكذلك المرأة ترغب في الرجل وتحن إلى الرجل. هذه شيء طبيعي، يعني واحد تسأله تقول له ليش ما تتزوج؟ يقول أنا ما عندي رغبة في الزواج، هذه إجابة غير صحيحة، لأن طبيعة الإنسان مفطور على حب الزواج، فهذا حتما في تركيبة النفسية بإشكال. ولا هو واحد يقول لك أنا ما عندي رغبة في النساء، هذا جوابه غير منطقي. يعني فالرغبة في النساء شيء طبيعي، حتى المرأة بعد عندها رغبة في الرجل، وإن كانت لا تصرح يعني في بعض الأحيان، بس لا، النساء تشتهي الرجال والرجال يشتهون المرأة. وبعدين في الحقيقة الحياة من دون امرأة وحشة، ظلمات حقيقية. يعني تجرب الحياة العزوبية، الحياة العزوبية حياة فاشلة. شنو؟ تقابل اطوف، لا أكلك عدل، لا شربك عدل، لا ملابسك عدلة، حياة وحش. وحتى المرأة تعيش بعد لوحدها بعد وحش. فلما يلتقي الرجل والمرأة يحدث الأنس، الانسجام الروحي، الانسجام العاطفي، تصير الحياة بها نشاط، بها روحية، بها حيوية، بها انطلاق. زين، بعدين تشعر أن أنت في مسؤولية تتحملها تجاه المرأة. الإنسان من يتزوج تصعد عنده همة العمل أكثر، ولهذا في الحديث الحديث يقول: الزواج يزيد في الرزق. طبعا لعل هناك ملاك غيبي، أنا ما أعرف شنو فلسفته ولا أعرف شنو علته، هناك ارتباط غيبي بين الزواج والزيادة في الرزق، ولعل هناك
سبب ممكن واحد يستنبطه ان الانسان لما يتزوج يشعر انه هو مسؤول عن هذه الزوجة وتوفير سكن مناسب لها ودواء ولباس، فبالتالي لازم ينشط للعمل، لازم يروح يتكسب ويطلب اللقمة الحلال في سبيل أن يوفر نفقة للزوجة، فتصعد عنده شنو همة العمل، يصير هميم أكثر لأنه يشعر بالمسؤولية، فالهمة هذه تخليه يشتغل أكثر، يكسب أكثر، ينتج أكثر، فيحصل على الغنى. الزواج يزيد في الرزق، هذه رواية موجودة. وفعلا يعني أكثر اللي تشوفهم أغنياء وعنده بيوت وسيارة وخير أكثرهم متزوجين، أما العزاب فمو دائما يملكون بيوت وأموال وما أشبه، يعني الأكثر الذي يملك المال هو المتزوج. فهناك في حاجة من قبل الرجل للمرأة، وكذلك هناك حاجة من قبل المرأة للرجل. فالإسلام إجا شجع على الزواج، وفي بعض الروايات ورد من سعى في تزويج مؤمن نظر الله إليه يوم القيامة. حلو، يوم القيامة احنا محتاجين إلى لطف الله وكرم الله، إن الله ينظر إلينا برحمته ورعايته وكرمه. فسبب نظر الله إلينا يوم القيامة إن أنت تسعى في تزويج عزاب المؤمنين، من سعى في تزويج مؤمن نظر الله إليه يوم القيامة، هذا من أفضل الأعمال، سواء كان بشفاعة أن تشفع يعني تتوسط في الموضوع، أو تساعد بمالك بجاهك بأي شكل من الأشكال إن أنت تسعى في تزويج عزاب المؤمنين. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسعى في تزويج عزاب المؤمنين، كان إذا شاف الشاب سأله هل أنت متزوج، فإذا قال لا سعى رسول الله صلى الله عليه وآله في تزويجه. يعني القيادة الرسالية المتمثلة في رسول الله، تشوف أن من أحد وظائفها هو تغطية الحوائج الاجتماعية، مو قضية بس صلاة وصوم وزكاة وإمامة، لا، الإنسان يكون يتوجه إلى المجتمع، يشوف حوائج المجتمع، خصوصا الطبقة الشبابية، لأن الآن أكثر مكونات المجتمع هم من شباب، فالشباب الواحد لازم يعتني فيهم لأن ذولا رجال المستقبل. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يهتم في هالجانب، يقول له هل أنت متزوج، فإذا قال لا يسعى في تزويجه، وكذلك يسأله هل عندك عمل، عندك عمل تشتغل لي ولا، فإذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقطت من عيني. يعني الإنسان الشاب وما عنده عمل يمارسه، هذا يعني البطالة، رسول الله يتأذى يقول يعني أنت شاب وقوي ما عندك عمل، هذا الشيء يعني يحز في النفس، يقول سقطت من عيني. فحقيقة مسألة توفير العمل المناسب للشباب وتوفير الزوجة كذلك، هذه من أحد واجبات القيادة. فالزواج لا بد منه، الإسلام شجع على الزواج وذلل عقبات الزواج كذلك. يعني الآن من ضمن العقبات هي غلاء المهور في الحقيقة، فإجت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير نسائكم أقلهن مهرا وأصبحهن وجها، أقلهن مهرا. وبعض في الروايات ورد من شؤم المرأة غلاء مهرها. يعني أنا في بعض الدول الإسلامية
كنت، مهر البنت بعض الأوقات يصل إلى 1000 سكة من الذهب. هاي السكة من الذهب تقريبا تعادل 40 دينار بحريني. فشوف 40 دينار ضرب 1000 شقد يطلع؟ 40,000 دينار مهر البنت. يعني إلى هالدرجة وصلت الحالة، يعني نوع من ال شو أقول لك، يعني المغالاة الزايدة جدا بحيث تضع عقبة أمام الشباب. طبعا هذا المهر يخلونه في الذمة، يعني غايب، بس الغايب هذا مهما كان الرجل مطالب به يوم من الأيام، لأن المهر يعتبر دين في ذمة الرجل، يجب تسديد هذا الدين. طبعا هم بعض قات يكتبون في العقد عند المطالبة والقدرة، فإذا طالبت المرأة بمهرها والرجل مقتدر يكون يسدد لها المهر. على كل حال، فالإسلام جاء وضع تسهيلات أمام الزواج، منها خفف المهور وقال مستحب شرعا أن يكون المهر مهر السنة له 500 درهم ذلك اليوم. فعلى كل حال، هذه من أحد الأمور اللي يحاول الإسلام أن يذلل بها عقبات الزواج. مسألة الحفلات وهاي النفقات الزائدة اللي تثقل كاهل الإنسان، يعني كثير ما بعض الشباب يواجه هذا الشيء علاوة على غلاء المهور، تعال سوي لك حفلة في فلان فندق أو فلان صالة تكلف ذلك التكاليف الكثيرة الباهظة، هذه مو واجب، هذا سوي لكم حفلة صغيرة متواضعة والواحد يكتفي بذلك. أما هاي المبالغ الضخمة اللي تصرف في صالات هنا وهناك هذا ما له معنى في الحقيقة، ولعل يكون من الإسراف المحرم. فهذه من ضمن العقبات الموجودة والإسلام يحاول عالجها. على كل حال، الإسلام شجع على الزواج وأعطى توصيات في كيف أن يختار الرجل المرأة وكيف تختار المرأة الرجل، لأن سوء الاختيار من قبل الرجل أو المرأة راح يحطم الحياة الزوجية فيما بعد. فهناك كثير من الروايات وردت في كيفية اختيار الرجل وكيفية اختيار المرأة، أنا تعرضت لها في بحوث سابقة. لكن من ضمن الأمور التي يكره في موارد التزويج، يقولون يكره تزويج شارب الخمر، يكره تزويج شارب الخمر. ليش؟ لأن ذا شارب الخمر يعمل على إلغاء عقله، وعندنا في الروايات شارب الخمر كعابد الوثن، وعندنا في الروايات شرب الخمر أم الرذائل، في الروايات ورد أن الذي يشرب الخمر ها ممكن يسرق ويزني ويقتل، يعني يستتبع الخمر 3 جرائم: الزنا والقتل والسرقة، لأن هذا إنسان ملغي العقل. في كثير من القصص تنقل أن كثير من الآباء يسكرون يشربون الخمر، يأتون إلى البيت وتصير هناك محاولات اعتداء جنسي من قبل الأب على البنت حقيقة. زين، هذا من آثار شرب الخمر، علاوة على الضرر الصحي، يعني يتلف الكبد وكثير من الأمور يتضرر صحيا بها، علاوة على أنه يضع أمواله في غير موضعها. يعني ذا الخمر هم ضرر صحي، أخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، لا وضرر جاني. يعني الناس ما تعيش بأمن، يعني هذا اللي يسوق سيارة وهو سكران
في كثير من الحوادث والتي تؤدي إلى فجائع رهيبة ها ويقتل فيها كثير من الناس هو سبب الخمر. هذا يأتي يشرب الخمرة ويسوق السيارة ويسبب حوادث. فحتى أمنيا الإنسان مو في أمن مطلوب بسبب شرب الخمر. يعني هذا شارب الخمر هم يضر نفسه وضر أمواله وضر صحته وضر عائلته وضر حتى مجتمع. فما يكره تزويج شارب الخمر، مكروه. بلي في الروايات ورد زوجوا ممن ترضونه دينه وخلقه. فإذا تقدم واحد خاطب لينظر إلى دينه وخلقه، لأن المرأة في الحقيقة متى تكون سعيدة مع الرجل؟ إذا احترمها الرجل، إذا وقرها، أكرمها، أعطاها حقوقها، ما يأذيها. زين هاي عدم الإيذاء وقضية الإكرام والاحترام والإجلال والعطف والحنان، هاي تأتي من مين؟ تأتي من إنسان يخاف الله، تأتي من إنسان عنده مبادئ وقيم. زين هذا الإنسان اللي عنده مبادئ وقيم ويخاف الله منه؟ الإنسان المؤمن الذي يعتقد بالله وبعدل الله وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأئمة أهل البيت سلام الله عليهم وبالمعاد، لما يؤمن أن هناك في آخرة وهو يحاسب على كل صغيرة وكبيرة. زين هذا ضمان يعتبر، لأن يحترم المرأة ويكرمها ويؤدي حقوقها في الحقيقة والواقع. زوجوا ممن ترضون دينه وخلقه، يكون عنده أخلاق حسنة. الأخلاق الحسنة تنجح الإنسان دنيا وآخرة، الأخلاق الحسنة. وزين الواحد يقرأ دعاء مكارم الأخلاق لزين العابدين سلام الله عليه، حقيقة بمفردات أخلاقية جدا عظيمة. الواحد زين يقرأ هذا الدعاء ويتحلى بالصفات الأخلاقية التي وردت فيه. يقول مثلا من ضمن كلام زين العابدين سلام الله عليه، يقول: اللهم وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل. شوف الأخلاق يرسمها: في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعملي الرأي المخترع. أقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وسددني 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 لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. شوف هالمفردات الأخلاقية العالية لو الإنسان تحلى بها: بسط العدل، كظم الغيظ، إطفاء النائرة يعني العداوة، لين العريكة يعني لين الطبيعة، العريكة يعني الطبيعة،
في الحديث المؤمن هين لين كيس فطن هش باش بلي دائما مبتسم باسم الثغر ضاحك الوجه حتى لو عنده مشكلات وعنده هموم وغموم لكن دائما مبتسم أمام الآخرين. شوف الناس طبقات، هذا مأذننا وهذا حاقد عليه وذاك حاسدنا وهذا مسوي له مشاكل، أكو وايد عداوات موجودة في المجتمع، لكن هو دائما يتلقى العدو والصديق والكبير والصغير والعالم والجاهل يتلقاهم بوجه منبسط. هذه من أحد الصفات الجدا جميلة. فزوجوا ممن ترضون دينه وخلقه. المرأة ترتاح للإنسان الكريم، كرم يكون عنده، بذل للمال طبعا لا بدرجة الإشراف، لا الإشراف حرام شرعا، لكن الإنسان يستحب أن يوسع على أهله. إذا عندك بيت ضيق مستحب أن تشتري بيت واسع توسع على أهلك، تخلي بيه حديقة غناء ما بيها شيء. في الحديث من سعادة المرء ثلاث، من سعادة المرء ثلاث: الدار الوسيعة والزوجة المطيعة والدابة السريعة. شنو الأشكال؟ فالإنسان يوسع على أهله ما بيش، مستحب شرعا. ومستحب للإنسان هم يزيد في كسبه وإنتاجه وعمله المعاشي، مستحب أن يزيد في عمله المعاشي وتحصيله للمال الحلال، مستحب أن يزيد في ذلك لأجل التوسعة على العيال، وأن ينفق الفضل ماله على الجيران والمحتاجين ما بيش. وأولى الناس بالخير والمعروف هو أهلك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما في شيء. فقضية اختيار الزوج يجب أن ينظر فيها إلى الدين والأخلاق الحسنة. طبعا هناك من يتقدم من المسلمين، طبعا المسلمين الآن أكو أقسام وفرق، منهم فرقة هذا جدا خطها يعني خط حاد جدا، اللي هم الذين يعادون أهل البيت سلام الله عليهم، نسميهم احنا النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت. شنو من علامات نصبهم العداء؟ مثلا يخربون القباب الموجودة على قبور الأئمة سلام الله عليهم، مثل ما صار في البقيع. هاي البقيع كان عليها قباب، مثل ما القبة موجودة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بيت الأحزان الذي بناه الإمام علي سلام الله عليه لفاطمة الزهراء كانت بعد عليه قبة. فإجوا ذول الوهابيين خربوا القباب هذه. هذا في الحقيقة يعد من علامات العداوة لأهل البيت سلام الله عليه. وفي كثير من الأمور على كل حال تدل على عداوتهم، كتخريبهم للحسينيات والمآتم وقتلهم لشيعة أهل البيت سلام الله عليهم، وعمليات التفجير التي تحصل هنا وهناك في مساجد شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. فهذا الناصبي لا يجوز تزويجه، حرام تزويجه. زين، طبعا اكو كم مسألة شرعية هم وردت. اذا كان شخص غير ناصبي يعني مسلم ولكن على غير طريقة اهل البيت،
على غير طريقة أهل البيت سلام الله عليهم. يعني ما يعتمد الإمام الصادق والإمام الباقر وزين العابدين والإمام الحسن والحسين وعلي، ما يعتمدهم كأئمة يخططون لمسلك حياته على مستوى الفكر والعقيدة والأخلاق. يحبهم حب ظاهري لكن ما يتبعهم، يعني لا يأخذ بمنهج الإمام الصادق، مع أن الإمام الصادق هو أعلم من بقية رؤساء المذاهب الأخرى، بل المالكي مثلا هو من تلامذة الإمام الصادق، أبو حنيفة من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه. فهو على غير طريقة أهل البيت. هذا إذا تقدم كخاطب، العلماء يقولون هاي مسألة أطرحها على المنبر لأن مورد ابتلاء وسؤال، فيقولون يكره تزويجه، جائز حلال ماكو إشكال بس مكروه، يكره تزويج الشخص الذي على غير طريقة أهل البيت. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه وكثير من الفقهاء يقولون إذا خيف عليها الضلال فلا يجوز تزويجه. يعني المرأة هذه الشيعية إذا أرادت أن تتزوج من الشخص الذي على غير طريقة أهل البيت، إذا خيف عليها من الضلال يعني تتحول إلى طريقته، طريقة الزوج نفسه، يعني تتحول من شيعية إلى أحد المذاهب الأخرى، إذا خيف عليها ذلك فلا يجوز التزويج. هذه مسألة من المسائل المطروحة. فطبعا ماكو إشكال لو إنسان شيعي مؤمن موالي لأهل البيت يتزوج بامرأة على غير طريقة أهل البيت، يجوز هذا الشيء ماكو إشكال. لكن شخص على غير طريقة أهل البيت يتزوج من امرأة شيعية مكروه، وإذا خيف عليها من الضلال فلا يجوز. هذه مسألة. فطبعا الإنسان لازم ينظر نظر دقيق في مواصفات المرأة التي يريد أن يتزوجها. كذلك الرجل دين وأخلاق، أما بالنسبة إلى المرأة هناك صفات كثيرة مطروحة في الروايات، زين الواحد يراجعها، زين من حيث الشكل، من حيث اللون، من حيث الأصالة العائلية، من حيث الأخلاق، من حيث كثير من المواصفات الموجودة في بدن المرأة. زين الواحد زين أنه يركز في اختياره على هذه الصفات. كقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة. هاي مثلا رواية موجودة، مربوعة يعني لا طويلة ولا قصيرة، عجزاء زين هذه متأثر في كثير من القضايا. بعض الأطباء يقولون إذا كانت المرأة عجزاء يتسع عندها الحوض فتسهل عليها عملية الولادة مثلا، علاوة على أن هناك منافع أخرى من كونها عجزاء. مثلا كونها سمراء اللون، كأن اللون الأسمر اللي دخل في قضية الحرارة الجنسية والتعاطي مع الحرارة الجنسية، وطبعا قضية البرود الجنسي عند النساء هذه قضية يجب أن تحل، لأن الزوج
يعني قاعد يتعامل مع امرأة هي روح وجسد عليكم السلام. المرأة روح وجسد، فيجب أن تعتني المرأة بجسدها كما تعتني بروحها. فإذا كان عندها شيء من البرود الجنسي أو بعض الأمراض المتعلقة بالقضايا الجنسية، هذا يجب عليها أن تذهب إلى طبيب متخصص وتحاول أن تحل مشاكلها الجنسية عليكم السلام. لأن الزوج اتهمد القضية جدا، قضية الفراش والتعاطي مع المرأة من الناحية الجنسية هذا جدا مهم. ولأن في الحقيقة الآية تقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس شنو؟ ما يستر البدن والعورة يسمونه لباس. المرأة هنا لباس للرجل لأن تحفظه من الوقوع في الحرام، تستر عورته، واضح؟ كذلك هو نفس الرجل يستر المرأة، لباس للمرأة يعني يحفظ المرأة من الوقوع في الحرام عليكم السلام. فكما هي تحفظ الرجل، الرجل كذلك يحفظها. شلون يحفظون بعض؟ شلون عليكم السلام؟ لازم يكون هناك للمرأة دور في حفظ الرجل من الناحية الجنسية، وكذلك للرجل دور في حفظ المرأة من الناحية الجنسية. ولهذا يقولون بعض الفقهاء لا يجوز أن يهجر الرجل زوجته بمقدار أنها ممكن تقع في الحرام. يعني واحد يترك زوجته لمدة أشهر ما يشوف زوجته، ما يعتني بزوجته، هذه الزوجة تضطر أنها تفكر في الحرام. فيقولون بعض الفقهاء يجب على الزوج أن يلبي ميل الزوجة إلى درجة أن يحصنها ويعففها من الوقوع في الحرام. طبعا الفقه الشيعي يقول بأن حق المرأة في الجماع هو كل 4 شهور، هذا الحق الثابت والواجب. لكن بعض الفقهاء يرى لا، أن الحق هذا حسب الإمساك بالمعروف، يعني الظاهر أن يجب على الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف تقتضي أن يلبي ميلها إذا كانت محتاجة إلى ذلك. ولا كل 4 شهور مرة، صحيح هذا موجود، لكن هل هو يعتبر من المعاشرة بالمعروف أم لا؟ بعض الفقهاء يستدل من قوله أمسكوهن بمعروف إن الإنسان يجب أن يلبي نداء زوجته كلما تحتاج إلى ذلك بالمقدار المتعارف والمعقول. طبعا يجب على الزوجة أن تلبي ميل الزوج وقت ما أراد، صباحا مساء يجب عليها أن تمكنه من نفسها. هذه مسائل حقيقة الواحد جيد أن يذكر بها، لأن كثير ما هناك مشاكل يعني تصير بين الأزواج وتصل إلى المحاكم وتصل إلى درجة الطلاق نتيجة سوء التفاهم في القضايا الجنسية. والحديث يقول لا حياء في الدين لا حياء في العلم. كثير من الزوجات كانوا يروحون لرسول الله يشتكون من أزواجهم، ما فيها شيء. الواحد لازم يتعلم ويتفقه، وجيد جدا أن المرأة قبل الزواج تقرأ عن الحياة الزوجية وشلون تمارس الحياة الزوجية، لأن ممارسة الحياة الزوجية هو فن في الحقيقة يجب أن نتعلمه. كيف تخاطب الرجل، كيف تتكلم مع الرجل، كيف تناغي الرجل، كيف تمازح الرجل. أكو روايات تتحدث بشكل تفصيلي عن المرأة شلون تكون على أي وضع من الأوضاع مع الرجل، في التزين، في التطيب، في عرض نفسها على الرجل. أكو روايات مفصلة حتى بالنسبة للرجل كيف يناغي المرأة،
كيف يمازح المرأة، كيف يجامع المرأة، أكو آداب وسنن في ذا المجال الواحد لازم يتعلمها. إحنا من أحد أسباب فشلنا في حياتنا الزوجية في كثير من الموارد أن الرجل ما عنده ثقافة لا في الجنس لا في التعامل مع المرأة. لازم واحد يقرأ عن المرأة، عن جسد المرأة، عن تركيبة المرأة الجسدية. لازم واحد يطالع ويقرأ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالإنسان يكون يعتني أن يتزوج بامرأة فيها كثير من الصفات، فمنها هذه الصفات اللي تعرضنا لها، في صفاتها أخرى كقوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير نسائكم الودود الولود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة له. شوف المتبرجة له، يعني كثير من النساء ما تتزين وتتعدل حتى تروح إلى حفلات عرس، أحسن لباس وأحسن عطر وأحسن زينة حتى تروح لحفلات عرس أو حفلات أخرى، مثلا عيد ميلاد فلانة صديقتها. لكن للزوج لا، ما تعتني بلباسها، ما تعتني بزينتها. شوف هاي غرفة النوم نفس ملابس المطبخ وريحة المطبخ، وما تعتني في مثلا معجون الأسنان، ما تضرب مسواك مثلا، جاية نايمة بهالشكل. يعني هاي غرفة نوم مو غرفة مطبخ. فالمفروض المرأة تعتني، تتعدل، تتطيب، تتزين، تلبس أحسن الملابس، تجذب الزوج. اللباس له دور في جذب الزوج، الكلمات اللطيفة لها دور في جذب الزوج. هذه لازم حقيقة نتعلمها ونتفهمها. فالحديث يقول المتبرجة له، له للزوج مو لغيره، يعني الحصان مع غيره، مع غيره، مع الأجانب. مع الأجانب تكون مثل الحصان، يعني تكون مغرورة، عندها اعتداد بشخصيتها حتى لا يتطاول عليها الأجانب. تلاحظ شلون؟ العزيز المتبرج له الحصان مع غيره، وإذا خلت معه خلعت درع الحياء، وإذا لبست معه لبست درع الحياة. شوف هاي الصفات المفروض المرأة توجدها في نفسها. إذا خلت معه خلعت درع الحياة، وإذا لبست معه لبست درع الحياة. هذه مجموعة من الصفات الإنسان يأكد عليها. كذلك أكو بعض القضايا في البدن زين الواحد هم يركز عليها، موجودة في الروايات واحد يطالع زين. فالإنسان بالأخير تزوج وأنجب له أطفال وكون عائلة. طبعا احنا نقول إذا أحسن الزوج الاختيار وأحسنت المرأة اختيار الزوج، هذا حسن الاختيار راح يؤدي إلى سعادة الزوجين والانسجام فيما بينهما، وراح يؤدي إلى أن هاي العائلة تصبح سعيدة متفاهمة متناغمة ناجحة. فإذا صار الزوج والزوجة سعداء منسجمين، الأولاد لما يجونهم تلاحظ شلون، وشوفون الانسجام بين الأم والأب تلاحظ شلون، هم كذلك عملية الانسجام بين الزوج والزوجة تساهم في بناء الطفل بناء نفسي سليم، يهيئون للطفل أجواء نفسية واجتماعية سليمة. ولهذا تشوف كثير من النزاعات بين الزوج والزوجة إذا كانت شاد يعني شوية شديدة جدا تأثر على وضع الأطفال.
خصوصا إذا كانت العركة وسباب وشتائم وقدام الأطفال، الأطفال يتأذون نفسيا، تلاحظ شلون. فلهذا إذا كان هناك صراع أو نزاع أو عركات بين الزوج والزوجة، خليه يروحون مكان لا يشوفونهم الأطفال به. فعملية الانسجام بين الزوج والزوجة مهمة جدا حتى في بناء الأطفال، لأن بالتالي هذا الأب والأم يعتبرون قدوة للطفل نفسه. يعني كثير من الأطفال إذا ما يشوف نزاع بين أمه وأبوه وسب وشتم وعدم احترام، يقول إذا هالشكل الزواج أنا بعد ما بتزوج. البنية تقول إذا هالشكل الزواج أنا بعد ما بتزوج. لاحظ شلون؟ فيكون هناك مردود سلبي على وضع الأطفال. المهم الإسلام شجع على الزواج وبارك به، وخير نظام في الإسلام هو التزويج في الحقيقة. هناك في بعض الآداب والسنن احنا لازم نتعلمها، والبحث فيها طويل، السنة ما اقدر اخوض بها، لكن ان شاء الله في وقت اخر اتعرض له. الإسلام إجا وأوجد أحكام معينة للحفاظ على العائلة. ليش؟ لأن العائلة إذا خربت خرب المجتمع. ليش؟ لأن المجتمع هو متكون من عوائل، فإذا إحنا أصلحنا العائلة أصلحنا المجتمع كله، وإذا أفسدنا العائلة فسد المجتمع كله. صحيح لمو صحيح؟ فالإسلام إجى وضع احتياطات، وضع سياج واقي حتى شنو؟ حتى تحفظ العائلة. من هذا السياج الواقي إجت مسألة الطلاق، لأن الطلاق شو يسوي؟ يفصل بين الزوج والزوج. الطلاق يأتي يشتت العائلة، يحطم الأسرة، يشتت الأطفال. فالإسلام قال أنا أريد أحفظ العائلة، فإجا قال ترى الزوج لا يطلق زوجته، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، الطلاق يهتز له العرش. مو زين الواحد يطلق زوجته، هذه زوجتك تحبك وانت تحبها وعشرة سنين وتجي تطلقها من دون أي مبرر شرعي ولا أخلاقي، هذا يعتبر حقيقة نوع من الظلم الأخلاقي في حق الزوجة وفي حق العائلة. الطلاق جائز مو حرام، لكن مكروه كراهية شديدة إذا كان من دون عذر، بس هالشكل مشتهاية. فلما واحد يريد يطلق زوجته، الإسلام قال له إذا تب تطلق أكو في موارد معينة بحيث الحياة الزوجية تتحول إلى جحيم لا يطاق، في هذه الحالة أنت ممكن تطلق، بل الطلاق يكون واجبا. مثلا لو كانت المرأة والعياذ بالله عندها خيانات مثلا زوجية مثلا، ففي الحالة بل هذا وضع لا يتحمل عادة. أكو بعض القضايا اللي هي خلاف العفة والغيرة والشرف في موارد مثل هالقبيل، أو سليطة اللسان إلى درجة راح يجينا خلال البحث إن شاء الله. فالطلاق الواحد يحتاط به قدر ما يمكن، انه لا يوقع الطلاق، لان الطلاق له اثار وخيمه على المجتمع. انا شايف عوائل حقيقه كثير من الابناء اتجهوا الى المخدرات والى الفساد الاخلاقي والى الاعمال الغير صالحه نتيجه الطلاق اللي حدث بين الام والاب. الطلاق وايد له اثار سيئه، فالواحد يحاول قدر ممكن انه يحد منه، ولهذا احنا بحاجة الى مؤسسات اصلاحية دائما تصلح بين الزوج والزوجة. حتى عندنا في بعض الايات اذا صار شقاق ونزاع بين الزوج والزوجة يقول فحكم من اهلها، حكم من اهله وحكم من اهلها، يجيبون فد حكم من اهل الزوجة وحكم من اهل الزوجة، يأتون ويصالحون بين الزوج والزوجة حتى لا ينتهي الامر الى طلاق. هذا شنو؟ هذا لأن الإسلام حريص على أن لا يصير هناك فرقة وشتات في العائلة. لكن إذا واحد إجوا الآن بعد شوية انزعج من زوجته، انزعج في قضايا معينة وأراد أن يطلق الزوجة، شوف الأحكام اللي الله رسمها
بحيث يقول للزوج حتى انت هذه لو طلقت هي لكن انا مخلي احكام معينة بحيث انت ممكن تندم على قرار الطلاق فترجع له، مخلي مجال ان بعد شنو هذا الطلاق ما يقع، لو يقع في مجال لشنو تدارك الخطأ. فاجت الاحكام اللي صدرت بحثنا الايات اللي قريتها صدر البحث. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، الخطاب للنبي بس لكون النبي هو قائد الامه ورسول الامه فهو الحكم للامه، فيقول اذا وقع عندكم مثل حادثه الطلاق فهالشكل تصرفوا، والخطاب للنبي لكن هو المقصود منه بيان حكم عام. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده، هني حكمين مبين، يقول فطلقوهن لعدتهن. ايش معنات لعدتهن؟ العده هي ان تكون المراه في طهر لم يواقعها فيها الزوج، في طهر لم يجامعها فيه الزوج، يعني المراه مثلا مرت في فتره العاده الشهريه، من بعد ما نقت وطهرت من العاده الشهريه بدت فتره الطهر هذه، اذا يريد يطلقها يطلقها في هذه الفتره، في هذه فتره الطهر، وبحيث انه لم يصدر منه جماع معها. فاذا معنات هذا الكلام ان طلاق الحائض لا يصح عندنا، هذا من اول الاحكام. فاذا واحد انزعج ويا زوجته ويبي يطلقها مو بس قال انت طالق يقع، لا لازم انت طالق متى تقولها؟ في طهر لم تحصل بينكما جماع، فاذا كانت هي في طهر لكن حصل بينهما جماع فهني لا يصح الطلاق، اذا كانت في حاله الحيض اذا لا يصح الطلاق. هذا ايش معناته؟ معناته اذا كانت المراه في حاله طهر وصار جماع بينهم الحين لازم ينتظر لما تجيها العادة الشهرية وتنقى وتدخل في الطهر، يعني بعدين يطلقها. هاي ايش معناته؟ معناته ممكن الزوج يندم يقول الحين مني لذاك الوقت، الله كريم عدل وما عدل، يعني مخلي الله بريكات، اضربوا بريك الحين، انت الحين في طهر وانت جامعته ما يصير الطلاق الحين، انتظر لما تجيها العادة الشهرية. شوف فطلقوهن لعدتهن، لا لا كبتينا شباب بعد وايد احكام. انا اريد اقول لك شغله، ان احنا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين واهل البيت، ليش؟ السنه كلهم يقولون يصح الطلاق عندهم، فاذا طلقها وهي حائض صحيح، طلقها وهي في طهر وجامعها صحيح. يعني شنو هذا؟ راح يحكي لنا خلال البحث وايد اشياء. عندهم احكام في الطلاق تساهل عجيب غريب بحيث تؤدي الى تحطيم العائله وهدم الاسره، وهذا خلاف النص القراني. يعني الله يقول فطلقوهن لعدتهن، هذا نص بعد، لكن هم لا، اقول لك مو لازم يكون في عدتهن حتى لو كانت حائضها يجوز، هذا من المسائل. فيقول فطلقوهن لعدتهن، زين، واحصل عدة، اول شيء لعدتهن، هذا الحكم الاول. الحكم الثاني واحصل عدة، لازم واحد يحصل عدة. ليش؟ لان هني الطلاق اللي فيه عدة هو الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي يجوز للزوج ان يرجع في ايام العدة، مخلي الله ليك فترة ثلاثة اطهار. العدة هو الطهر، يعني غير المرأة شافت العادة الشهرية من بعد ما نقت من العادة الشهرية دخلت في الطهر، هذا طهر أول، بعدين ترى العادة الشهرية تشوف الطهر الثاني، بعدين تشوف العادة الشهرية تشوف الطهر الثالث، إذا رأت الدم بعد ذلك انتهت عدتها. فالعدة هي ثلاثة أطهار، تقريبا نقول ثلاث شهور، بس هي بالأطهار تحسب. فهني الزوج إذا طلق زوجته طلاق رجع طبعا، طلقها اليوم في طهر لم يواقعها فيه، زين، فيا يوم ثاني ثالث صار عنده ندم، اوه يا ريت ما طلقتها، ليش طلقتها؟ استعجلت شويه، ها الله يقول له لا تقدر ترجع عادي، عندك فتره العده وتقدر ترجع. هذا ليش الله يقوله؟ حتى يحافظ على
كيان العائلة لا يتشتت. ف وأحصل عدة. أنت متى طلقتها؟ طلقتها اليوم. اليوم مثلا الاثنين وهي مثلا طهرت أول أمس، فأنت تحصل عدة. ليش تحصل عدة؟ لأن أنت ملزم بالنفقة، لأن المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا يجب على الزوج أن ينفق عليها أيام العدة، واجب شرعا، لأن هذه زوجتك تعتبرها. أنت تنظر إلى بعين زوجة بس زعلان عليها، واضح، صاخط عليها، ما تتكلم وياها، وإذا كلمتها كلام عادي لا يدل على الرجوع هم يجوز، ماكو إشكال. المهم فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة. شوف هذه رحمة من الله حتى يحفظ لنا العائلة. زين، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني شو معنات؟ الحين الزوج غير طلق الزوجة، زين يا البيت يلا أنا طلقتش، يلا روح بيتكم، بعد حوي قاعد في بيتنا، يلا روح بيتكم. لا، ما يجوز لك أن تخرج الزوجة من البيت. وبعض الجهلاء، بعض الجهلاء يقول أنا طلق زوجتي، يلا شيلي قشش، شيلي قشش، طلع عن بيتنا. ها، ما يصير، حرام، هذه زوجتك مولانا، لا يجوز لك إخراجها من البيت. شوف لو الناس يعرفون هالأحكام إن شاء ما صار طلاق، بس هذا فورا أخرجها من البيت، لا ما يجوز. زين، المرأة تجي تقول الحين هذا طلقني، أنا بعد حق وقعت في البيت، بروح بيت أهلي، هذا ما يجوز هالحكي، ما يجوز. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هم النساء بعد ما لهم حق أن يخرجوا من البيت، ما لها حق. ليش؟ لأن أنت زوجة شرعية. بتقول هذا زين طلقني، ما على طلقش، لكن مع ذلك أنت زوجة. ولهذا الإمام الباقر سلام الله عليه والصادق يقول يجب يعني المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تكتحل، تتزين، تختضب، يقول بلي تتزين وتتطيب وتلبس أحسن الملابس، هذا يجب عليه. يعني مو بس صار طلاق، يعني خلاص صار نفور وزعل، وأنا لازم أطلع وهي لازم تطلع وما نشوف بعض. لا لا، من قال لك ده الحكي؟ واتقوا الله ربكم، يعني خافوا الله، لا تطلع زوجتك من البيت. وانت ايها المرأة حتى لو طلقتي ما يجوز تطلعين من البيت، حرام شرعا. واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. شوف لو الناس التزمت بهذا البند على الاقل ان كان تنحل كثير من المشاكل. ليش الله يقول هالشكل؟ لان المرأة لو طلعت من البيت زين وظل الرجل في البيت بروحه ما بيشتاق للمرأة، لكن إذا هي قدامه زين متزينة متعدلة ويايبة لي أحسن غداء وأحسن طبيخ وأحسن ها وتفضل وكلمات نور عيني وخلف شبدي وعزيز علي أنت، عليكم السلام، صلى على محمد وآل محمد. فلما الزوجة تكون في البيت وهي قدامه راح شنو تجذبه، عملية جذب لا بتصير. وبعدين هو يشوفها لعله يتندم ها في الفراش، يعني هل الزوجة يجوز لها تروح تنام بغرفة وتخليه بغرفة النوم بروحها؟ لا، هذا زوجش، تكون تنامين وياه، تتعدلين، تتزينين، تكلمينه. صج هو زعلان لا ما جاوب، ما جاوب، بس انتين يجب عليك تأدين وظيفتك الشرعية. فعملية إخراجها هذا مو لصالح العائلة، فيقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هم بعد ما لهم حق طلعون. ليش؟ لأن دانتين في البيت هذا بيكون أقرب للصلح، أقرب لتذويب الزعل، لكن دانتين في بيت أبوش وتحشين عليه وتطلعين عليه فايل وهذا سوى فيها الشكل وسوى فيها الشكل وهو بروح بيت أهله وسوى فيها الشكل، تزداد الأحقاد والضغائن والعداوات. لكن ذا القضية في البيت لا، ما حد يدري ها، بعد انت ما تروح من بيت ابوش تحكين عليه ولا هو روح بعد يطلع يحكي عليه. فواتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن، نعم، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. في هالحالة يجوز الإخراج. الفاحشة المبينة شنو؟ أكو بيها عدة أقوال. القول الأول إن إذا المرأة هذه والعياذ بالله ثبت عليها حد شرعي، يعني والعياذ بالله أتت بالفاحشة ارتكبت الفعل الحرام، إهني يقولون يجب إخراجها لإقامة الحد الشرعي عليها. بلي هنا يجوز تطلعها أو تطلع لإقامة الحد عليها. ليش؟ لأن لا تعطيل في الحدود، الحدود يجب أن تقام. ليش تقام؟ لحفظ المجتمع، لأن إذا ما تقام الحدود المجتمع هذا يصير سهل، يصير مايع، يصير يستسهل بالمنكر. ولهذا من أحد أسباب نهضة الحسين سلام الله عليه يقول هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان تركوا طاعة الرحمن، عطلوا الحدود، استأثروا بالفي. لاحظ، عطلوا الحدود. يجب تطبيق الحدود، الحدود والتعزيرات الإسلامية يجب تطبيقها. ليش؟ لأن تحدث موعظة في النفوس، تحدث رادع عن شنو؟ عن اقتراف الجريمة. تقول لي شيخنا انتم ليش ما تحجون عن الفساد؟ اكو مخدرات في البلد وزنا وخمور وعربدة، ليش ما تحجون؟ بابا احنا نحكي، لكن لازم هناك مؤسسات تضبط المنكر، منها مؤسسة إقامة الحدود والتعزيرات. فلما يجي المسؤول في الحكومة الإسلامية يطبق الحدود والتعزيرات، يعني الزاني يجلد 100 صوت، الزاني المحصن يرجم، السارق تقطع يده، شارب الخمر 80 صوت، لما تطبق الحدود هذه يصير رادع في المجتمع. لازم الحكومة هي تسوي هذا الشيء، ولا ما ممكن أنت تعالج قضية الفساد. الفساد أنا على المنبر أعطيك موعظة تخاف الله، لكن لازم هناك عملية إقامة حدود تعزيرات في الخارج، ضبط وسائل خارجية تراويك شلون 100 صوت، تراويك شلون عملية الرجم. هذه من يشوفها الإنسان، ترى فيها رجم، فيها 100 صوت، سمعتي راحت قدام الناس والعالم، لا أنا ما أسوي الحرام. فيجب إقامة الحدود والتعزيرات. ومو صحيح اسقاط الحد اصلا بتوسط زيدة وعمرو وخالد، لو واحد من العائلة الحاكمة سوى منكر يجب عليه اقامة الحد. بتقول له هذا والله من العائلة الحاكمة وهذا ممكن زحمة، لا ماكو زحمة، يجب اقامة الحد. عائلة حاكمة لو واحد من الناس العاديين، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الامام علي سلام الله عليه كانوا يقيمون الحدود، سواء كان رجل غني أو فقير إقامة الحد شي واجب، إلا يأتينا بفاحشة مبينة. زين، هذا رأي. رأي آخر، لا، روايات أهل البيت تقول إذا ساء خلقها وسبت أهل الرجل وطال لسانها، هني في هالحالة من مسوغات إخراجها كذلك، والله هذا لسانها طويل، تسب ابويا وتسب امي وتسب العائله، وسب يعني سب في فحش في القول، هذا لا. ساء خلقها، اخلاقها كلها عنتريات على قولتهم، هذه اذا وصلت الى هالدرجه لا يجوز للرجل ان يخرجها من البيت. فاطاله اللسان على الزوج، سب أهل الزوج، سوء الخلق الذي لا يتحمل عادتين، هذا من مسوغات الإخراج. بل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أقول هذه حدود الله لا تتجاوزونها، إذا تبون تطلقونها فطلقوهن لعدتهن، هذه حدود، أحصل عدة، 2، لا تخرجوهن من بيوتهن، 3، لا يخرجن، 4، تلك حدود الله. يعني ما يصير أنت تتعدى حدود الله، إذا تتعدى حدود الله يسبب التعدي هذا إلى ظلم النفس. فإذا أنت ما طلقتها لعدتها أو أخرجتها من بيتها راح شنو؟
يسبب لك ظلم لنفسك، راح تعيش التعاسة والشقاء. ليش والله أنا أخرجتها من دون عذور؟ حين تتندم يا ليت خليتها في البيت. ليش طلقت ما طلقت للعدة؟ تندم. ولهذا إحنا نشكل على أهل السنة، نقول لهم الله يقول وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. المالك يقول لا، يجوز الطلاق في حال الحيض، يجوز الطلاق في حال العدة. وبعدين احنا لا ينعقد عندنا الطلاق الا بلفظ انت طالق وبوجود شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق. والله يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله. هم يقولون لنا انتون شلون ما تجيبون شهود في الزواج، تجيبون شهود في الطلاق؟ مو النص يقول لي هالشكل. فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وشنو واشهدوا ذوي عدل منكم. فالاشهاد في الطلاق واجب. هم ما يرون الاشهاد في الطلاق واجب. لو اجى الزوج قال انت طالق من دون شهود يقع الطلاق، وهذا بيحرج عدل مو عدل. فاحنا ليش القرآن يقول يجب شهود؟ ليش؟ لان اذا انت تبي تطلق الزوجة الى ما تروح تجيب الشاهدين، لو مو شاهدين عاديين، شاهدين عادلين. عادل يعني يلتزم بالواجبات يترك المحرمات، ومو كل واحد بهالصفة هذا عدل ما عدل. فاذا انت لما بتروح تجيب شاهدين شنو راح تبرد وما تطلق الزوجة؟ وهذا لنفع الزواج، لنفع العائلة. بعدين وجود الشاهدين فلسفته شنو؟ اذا جو الشاهدين وهم عدول بيجون يعظون الزوج، يعظون الزوجة، بابا لا تطلقها، انت حين معصب، هدي مولانا، هذه زوجتك، ام اولادك، باشر ذول الاولاد ينحرفون، يختربون، من ليهم، يسألون عنك، اذا انت بتروح تتزوج زوجتك ممكن ما ترحمهم، مو مثل امهم، يجون يعظون الزوج، صحيح؟ فيجون يعظون الزوج، الزوج بعد يبطل ما يطلق، هذا اللي النفع مولانا. شوف هذه كلها احكام احتياطيه للحفاظ على العائله. السنه اجا وقالوا يجب الشهود في الزواج، في الطلاق لا يجب، عكسوا الايه. بابا فتلك حدود الله. الله يقول دي حدود لازم ما تتجاوزها، هم تجاوزوها. مالك عند راي المالكية اقول لو نوى الطلاق، اسمع، لو نوى الطلاق وعزم عليه عزما مؤكدا اكيدا ولكن لم ينطق الطلاق، اقول وقع الطلاق. هاشا مصيب، اقول وقع الطلاق من دون ما يتلفظ به، هذا غير تحطيم للعائلة، هذا غير تحطيم للأسرة. فبالتالي احنا نشكر الله عز وجل ان جعلنا من المتمسكين بولاية اهل البيت سلام الله عليهم. صلوا على محمد وآل محمد. فلو احنا راعينا هاي الحدود والاحكام لحفظنا العائلة وحفظنا الأسرة. طبعا من المستحبات الأكيدة هو تزويج الشباب في سن مبكر. الواحد يحاول يزوج الشباب في سن مبكر. وصل الشاب 20 سنة الجو مولانا ملتهب، فساد الجامعة، محيط العمل، وين ما تروح الفساد قدامك. الفساد أصلا واصل لبيتك، تلفزيون، قنوات فضائية، انترنت. فالشاب حقيقة بهالجو هذا إذا تسعى في تزويجه تحفظ دينه في الحقيقة. فالواحد يكون يسرع في تزويج الشباب، هذا شيء مهم. القاسم بن الحسن
سلام الله عليه كان مرشح أن يتزوج من سكينة. طبعا صاحب مقتل الحسين السيد عبد الرزاق المقرم يقول بأن هذا الشيء مو موجود، تزويج القاسم هذا شيء مو صحيح. ليش؟ يقول لأن القاسم لم يبلغ الحلم، عندنا 11 سنة عمره لم يبلغ الحلم، فكيف تزوج واحد لم يبلغ الحلم؟ فيستشكل على الرواية. نعم في آخرين يقولون بلي تم شيء من ذاك القبيل، يعني فد عقد كان موجود. بعضهم يقول لا، إنه لعل كانت رغبة في نفس الحسين بتزويج القاسم من سكين، وإلا هو زواج ما حصل، لكن على مستوى رغبة يقول لك هذا شاب وفي مقتبل العمر وابن الحسين وديعة الحسين، زين الأخلاق الطيبة، العنصر النبوي، زين وأنا أعرف حق المعرفة، فلعل كانت هناك رغبة بتزويجه من سكينة، أكثر من هذا ماكو. طبعا في جو مثل جو الإمام الحسين سلام الله عليه، ألام الناصر ينصرنا الحسين سلام الله، استغاثات الحسين الله أكبر، استغاثات الحسين حركت حتى النساء، حتى النساء. هذه زوجة وهاب ابن حباب الكلبي، كان هذا وهاب كان مسيحي، رجل مسيحي أسلم في الطريق على يد الحسين سلام الله عليه، فراح وهاب حتى يقاتل، فقالت لزوجته يا وهب لا تفجعني بنفسك، احنا تونا متزوجين ايام قلائل، هذا ايام سعادتنا وفرحنا، فلا تفجعني بنفسك، خلنا نتهنى بزواجنا. فأم وهب كانت موجودة، قال اذهب يا وهب، دع عنك قولها، ذهب وهب في الرواية ذهب، وقطعت يمينه وقطعت شماله، في بعض الروايات قطعت ساقه. في الرواية بينما هو يقاتل وهب بأبي هو وأمي، وإذا يسمع صوت من خلفه يا وهب قاتل دون الطيبين، حرم رسول الله، التفت وهب إلى ورائه، وإذا شوف زوجته ماخذ عمود وتأتي تقاتل معه، قال لها يا صالحة أنت قبل قليل نهيتيني عن القتال والآن جئتي تقاتلين معي، شنو القضية صار بيش؟ قالت يا وهب لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما الذي سمعتي منه؟ قالت رأيته بباب الخيمة جالس وهو يقول واقلة ناصرة واقلة ناصرة، تقول إن ما تحملت هالصرخة من الحسين جيت أقاتل معك. شوف امرأة شابة، الإمام الحسين حرك حقيق، وفعلا قتل وهب، قتل صبرا في الرواية، وجاءت أم جاءت زوجته طلبت اللهم ألحقني معه، ألحقني معه، هاي الخطباء ما يتعرضون لها إلا قليل، قالت ألحقني معه. زين فإجا شمر لعنة الله عليه فقال لغلامه رستم أضرب رأسها بالعمود، الرواية تقول إجا هذا الغلام فضربها على رأسها وماتت مكانها سلام الله عليها، وهي أول امرأة شهيدة بين يدي الحسين سلام الله عليه. إذا كانت امرأة حركتها من صرخات الحسين سلام الله عليه، صرخات الحسين، شلون القاسم بن الحسين؟ القاسم بن الحسن هذا العنصر النبوي، زين المعدن العالي، ما قدر يتحمل صرخات عمه، اجى قال عم حسين اريد البراز. طبعا الامام الحسين يقول هذا وديع عبد الحسين، هذا ابن اخي، هذا امانه عندي، المفروض انا احافظ عليه ما افرط به. فيقولون صارت مداولات بينه وبين القاسم بن الحسن، لكن القاسم اصر على عمه انه لازم يخرج، ما يصير. علي الاكبر استشهد، كثير القتلى، الشهداء، الاصحاب استشهدوا، ما يقدر يتحمل. الروايه تقول شوف شلون دشاب، واحنا لازم نتعلم من القاسم هذا المعنى العميق جدا. فقال له الحسين او عزمت على الموت؟ قال بلى.
أقول له كيف ترى الموت بني؟ قال الموت فيك أحلى من العسل. رواية تقول قال له بني قاسم إلي حتى أودعك وتودعني. شوف علاقة حب حقيقة، وأشمك وتشمني. آه صاح يا جاسم نيتكم أظل وحدي، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي، وهاي الحرم مرتاعها وتظلم يسره بعدي. يقولون اعتنق من احد الموارد اللي بكى فيها الحسين، عدة موارد، بكى على اخيه العباس، بكى عند وداعه لسكينة، اكو رواية موجودة، بكى هنا لما رأى القاسم 11 سنة عمره، طبعا جاب عمامة الحسن ألبسها على رأس القاسم، ملابس معينة ألبسها للقاسم. هنا الرواية تقول اعتنقا وبكيا وغشي عليهما وسقطا إلى الأرض. هاي رواية موجودة. برز القاسم يقول لي خلاص أنا أعطيتك الرخصة، فبرز وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط الرسول المصطفى والمؤتمن. هذا حسين، شوف الشعار، ها يقول هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. ها يقولون فبرز وقاتل قتال الأسد الباسل. يقول حميد بن مسلم برز إلينا غلام، يقول وجهه الله أكبر كفلقة قمر طالع، عليه قميص وإزار وبيده سيف وفي رجليه نعلان. أقول بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله اليسرى فأبى ابن النبي أن يحتفي في الميدان، لأن يمشي حافي عيب يعني، ها فأبى ابن النبي أن يحتفي في الميدان فانحنى لكي يصلح شسع نعليه غير مبال بالألوف التي أمامه. بينما هو على هذه الحالة يقول ابن الأسدي عمرو ابن نفيل الأسدي والله لا شدن علي. قال حميد بن مسلم أو ما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوا؟ قال والله لا أفعلن. فجاء اللعين بينما القاسم يرفع رأسه، جاء اللعين وضربه بالسيف على رأسه. شنو الأثار؟ يقول ففلق يا هامته رحم الله من نادى وقاسما، فسقط الغلام لوجهه على الأرض وهو يخور بدمه ويصيح عما أدركني. يقولون جاء الحسين كالليث الغضبان قتل قاتله، ها وثارت لشدة القتال غبرة. الراوي يقول من جلت الغبرة إلا والحسين قائم على رأس الغلام والغلام يفحص بيده ورجله. يعني القاسم بعد بيروحها كان يضرب بيده ورجله إلى الأرض من شدة نزعات الموت. والحسين يقول
يقول يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك أو ينفعك فلا يغني عنك شيئا. هذا اليوم والله قل ناصره وكثر واتره بك وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي. هان الكيوم تخلوني وحيدي وعلى خيمي يا عم القوم تفتر يا عم شقايا يا لت من الطبر روحك يا جاسم ما تراويني جروحك لو ان ابقى يا عمي كنت نوحك بقلب مثل الغضب وبدمع محمار قعد عنده وشايف دمومه تفوح حوالي وكل كتاير جسمه مجرح جروح ها وهو يرفع يعالج طلعة الروح اولي يا ويلي ما ايات وظل بسكنه يا محيار رحم الله من نادى وقاسم يقولون حملها وصدر القاسم على صدر الحسين ورجلي القاسم يخطان في الارض خطا جاء به وضعه جنب علي الاكبر. يقولون الحسين مرة ينظر الى علي الاكبر يصيح وولدا ومرة ينظر الى القاسم يصيح وقاسما. النساء ارادن ان يأتين يتزودن من القتلى زين سووا فد رمز للحسين. الحسين قام بأبي وأمي اجت أم رملة ومصيبتها رأت ابنها بتلك الحالة يا حالة يقولون الدماء تسيل من راسه وتسيل من ظهره لأن بعضهم جاء وطعن القاسم برمح في ظهره وطعن أخرى في صدره فالدماء تسيل من راسه ومن صدره ومن ظهره صاحت وولدا وقاسما يا ابني يا ابني من الوالدة وانت ظنى والوالدة تطلب رضا يا ابني يا ابني انطفى عيني ضوى يا ابني انا ردت ذخر الايام شبي يا ابني يا ابني رتك ذخر الايام شبي يا وسفة انقطع منك نصيبي محروم من شم العذابي خضب وما شابوا وكان خضابهم يا الله بدم من الأوداج للحناي يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من هو بالمنظر الأعلى يا من يحول بين المرء وقلبه يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد يا خير مرجو وأكرم مدعو صل على محمد وآل محمد. اللهم اقضي حوائجنا سهل مطالبنا يسر أمورنا شافي مرضانا. اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك واقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ.